قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. تغريدة السيد القائد مقتدى السطل ووزيره اللي هو نفسه الأخيرة، اللي تقول لازم جماعة 2003 اللي وصلوا على الدبابات الأمريكية ينعزلون عن حكم العراق وما يرشحون مرة ثانية إلى الانتخابات، اللي يطلب السيد السطل أن يجريها مرة ثانية. طيب سماحة السيد السطل، كل الحكومات من 2003 ولحد يومنا هذا أنت شاركت بيها، كل رؤساء ما يسمى بوزراء العراق لولاك ومباركتك ما كان صاروا، كل الوزراء اللي دخلوا بما يسمى بالعملية السياسية خرجوا من تحت عباءتك بمسميات أخرى. طيب إيش راح نسوي هسه وإيش راح نسوي بالانتخابات الجاية إذا أنت أحد الفاسدين وعصابتك كلها كانت مشتركة بما يسمى بالعملية السياسية؟ فمقترحي عليك يكون بالانتخابات الجاية ترشيح رغد صدام حسين والقرون اللي كانوا مع أخوها عدي مقابلك ومقابل يونس الأحمد، وتصير انتخابات بعثية سطلية ويرجع الطاس والحمام نفسه ونعيد الكرة والتاريخ مرة ثانية. هذا يصيح فوت بيها وعزل مخليها، وجماعتك يصيحون القائد ماكو غيره. للأسف وصلنا إلى مرحلة من التخلف، يعني أما تصير بعثي أو تصير سطلي أو ولائي، ما بقى شيء بالعراق غير هذولا اللي حكمون، والطبقة الشبابية والمثقفة لازم أما يهاجرون أو يكونون في القبور أو يكونون في معتقلاتهم. الله يطيح حظك يا أمريكا على هالدقة الناقصة سويتيها بالعراق. نشوفكم على خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.